الضلع ده هتلاقيه سعادتك متصمم وجاي راكب عليها. هو طريقه بنى جديده كليه الهندسه مخترعاها نفس الستايل ده، بس ممكن يكون اقل شويه، يعني نفس الستايل نفس الشكل. كمان هو مصمم ان هو ما يحتاجش اناره بالنهار نهائي، يعني لا يستهلك اي طاقه بالنهار. شبابيك من جميع النواحي، فريم من جميع النواحي، فما فيش اضاءه بالنهار نهائي. الامر الاخر ايضا الشبابيك من جميع النواحي بيعمل مليار، فمش محتاجين تكييف. مبني ناقص 300، الارتفاع الكبير ده مش محتاج تكييف ولا يعمل زنة ولا حاجه، على اساس ده برضه يقلل القطع والطاقه ويقلل على الكهرباء. دي مهمه جدا في بلد زي مصر محتاجه.